اولا الاساسي اللي استخلاصه من النتائج ديال الانتخابات ديال 8 شتنبر نسبه المشاركه جد محترمه في ظروف الجائحه. ثانيا استخلاص الوعي المتنامي والرفيع عند المغاربه اللي عرفوا وقدروا ووعوا بان الصوت ديالهم كله يخلق الفارق. ثالثا المغاربه كانوا متبعين العمل ديال هذه السنين، هذا نتيجه كذلك ديال العمل الميداني ديال الحزب اللي انطلق منذ 5 سنوات دون توقف، ونتيجه كذلك ديال نجاح الوزاره ديالنا اللي كانوا تدبروا قطاعات مهمه جدا، وخاصه ان المغرب وقف على هذه القطاعات بخصوص الامن الغذائي، بخصوص المجال الصناعي، وهادشي كله شافوه المغاربه، شافوا الالتزام، شافوا الصمود، شافوا كذلك الاصرار انهم يكونوا في المستوى ديال الحداث، وقفوا في الازمه، وقفوا يعني كذلك باش يجيبوا البديل. خدمنا على مشروع، على برنامج لتتجاوب مع انتظارات المواطنين، بمعنى ان برنامج يعطي الامل، يزرع الثقه، وبالتالي يعطي كذلك انطلاقه جديده ان شاء الله لما بعد كورونا باذن الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.